الأستاذ الدكتور محمد حامد، أستاذ جراحات العيون بكلية الطب، زميل كلية الجراحين الملكية إنجلترا. مراكز الدكتور محمد حامد للعيون. اهلا بكم. النهارده حوار مثير للغايه ومهم ومن طراز خاص، وخصوصا ان احنا هنتكلم النهارده عن القرنيه. القرنيه عدسه نقدر نقول عليها عدسه ليها طبيعه خاصه، وعدسه غريبه الحقيقه، عدسه من عدسات العين العجيبه شويه. ممكن فجاه في لحظه القرنيه تقل منك، تقل معك. التعبير ده تعبير بلدي شويه، تعبير بتاع اولاد البلد يعني. وانا راجل عشت في سيده زينب كتير جدا فسمعت الكلمه دي. تقل منك يعني ايه؟ يعني القرنيه ليها شكل معين، سطح معين، والانسجه بتاعتها ليها ترابط معين. فجاه النسيج يضعف. فجاه امتى؟ ده في مقتبل العمر ممكن جدا ده يحصل، يعني في سن 18 19 سنه. فالترابطيه بتاعت القرنيه لما تضعف تبدا القرنيه تفقد المستوى المتوازن، المستوى السطحي المتوازن بتاعها، ويبدا يحصل انها تنبعج ويحصل فيها تعرجات، ويحصل القرنيه المخروطيه. القرنيه المخروطيه مرض خطورته او ازعاجه في رايي انه بيجي لشاب لسه ناوي يبدا حياته، مش زي المايه البيضاء. يعني المايه البيضاء بيجي الانسان في اواخر العمر، في الستينات، الراجل وبعدين بالتدريج، والراجل خلاص عاش حياته وقعد معاش، حاجة مزعجة ولازم يتعالج، والعين حلوة جدا لكل السنين ولازم يحتاج. لكن بتاع القرنية المخروطية بتحس ان القصة اكثر مأساوية جدا. اولا لان انا بلاقي حالات كتيرة حس ان المرض كانه فجائي فعلا، يعني في ايام، في شهور بسيطة، في اسابيع بسيطة المسألة تطورت. فعايز افهم الكلام ده بالتفصيل النهاردة. في حاجات كتيرة عايز افهمها وانتوا كمان تفهموها. القرنية عدسة أنا في رأيي إنها ممكن جدا تعمل حركة غريبة جدا ومفاجئة جدا، وخصوصا إنها كمان عدسة ظاهر يعني بتتعرض لمشاكل كتيرة، دعك العين، الراش اللي في الحياة كتير قوي، تراب، إحنا شعب التراب، الناس اللي بتسوق موتوسيكلات من غير بروتكشن، الحاجات دي كلها ممكن تدور القرنية. تعال نفهم قرنية أكتر، وخصوصا النهاردة طبعا ضيفي العزيز أستاذ الدكتور محمد حامد. أهلا بيك. أهلا دكتور. هل أصبت في تعبيراتي؟ طبعا القرنية من أكثر الأجزاء العين حساسية، لأنها الجزء من العين المتعرض للبيئة الخارجية. يعني كل محتويات العين محمية جوه العين. الجزء اللي معرض للبيئة الخارجية زي ما أنت بتقول، معرض للتراب، معرض للإصابات، معرض لأن يدخل فيها حاجة في العين، هي القرنية. والقرنية جزء شفاف وله زي ما أنت بتقول كده مستوى من التحدب منضبط جدا. لو حصل فيه أي اختلال هتعمل مشكلة جدا في تكوين الصورة. لو حصل فيه أي عتامة أو شفافيته تأثرت برضو هتعمل نفس المشكلة. فمشاكل القرنية مرتبطة بالحاجتين دول، يا إما أن الشفافية بتاعتها تأثرت، ودي بتعمل حاجة اسمها سحابة في القرنية. فلو حصل سحابة في الجزء الشفاف ده هتعمل مشكلة كبيرة جدا في النظر. لو التحدب اللي هو المفروض ان هو يبقى منضبط ده هو اتحصل فيه اي اختلال، وده اللي انت اشرت ليه بموضوع القرنيه المخروطيه، هنتكلم عليه يمكن بتفصيل شويه. بس خلينا الاول نتكلم على جزء برضو مهم، موضوع السحابات اللي على القرنيه، لانه الحقيقه منتشر في المجتمع بتاعنا. بمعنى ايه؟ الناس ما بتاخدش بالها قوي من نفسها، معرضين للاصابه بشكل متكرر. في مهن معرضة للإصابات زي ما أنت قلت أشرت، موضوع الرايش اللي هو الصنايعية، والناس اللي بتشتغل في حاجات ممكن تتعرض لتراب، ممكن تتعرض لأن حاجة تدخل في عينيها. المزارعين معرضين جدا للموضوع، وبنشوف الموضوع بشكل متكرر فيهم. لو حصل إصابة للقرنية، لعبت الكورة إن عينه تضطرب بالظبط كده. لو حصل أي إصابة للقرنية ونتج عنها معاها كمان تلوث او حاجه، وحصل قرحه في القرنيه او حصل اصابه ادت الى سحابه على القرنيه، بالضروره النظر هيتاثر بشكل كبير. الجزء الثاني من الموضوع ان نسيج القرنيه يكون ضعيف، وبالتالي يترهل مع الوقت، يقوم الشكل
المحدب اللي هو المفروض ان هو كروي تقريبا، والتحدب بتاعه منضبط بشكل معين عشان الصوره تتكون بحده معينه. لو الترهل ده اثر على التحدب بتاع القرنيه وخدت شكل زي ما احنا بنقول كده بقى مخروطي، يعني بدل ما هي مدوره كده بقت من قدام مترهله وخدت الشكل المخروطي وادت الى ما نسميه بالقرنيه المخروطيه، وده بيعمل مشكله في النظر بشكل كبير جدا. وهي زي ما انت قلت بتيجي في الناس في مقتبل العمر، هي بتيجي تقريبا في بنهايه العقد الثاني من العمر، يعني بنتكلم على 17 18 سنه، وبتبتدي تزيد في العشرينات لحد ما توصل لمرحله الاكثر سوءا في الثلاثينات. وده كله بنتكلم على طرق مختلفه للعلاج بتاعته. بس خلينا نتكلم الاول على موضوع سحابات القرنيه. الحقيقه سحابات القرنيه كنا زمان بنعالجها بطريقه واحده، لو هي المؤثره على النظر بشكل كبير مفيش حل غير ان احنا نغير القرنيه كلها، اللي هي العمليه اللي احنا بنسميها زرع القرنيه او بنسميها ترقيع القرنيه او تغيير القرنيه، كلها مسميات لنفس العمليه. وهي عباره ان احنا بنشيل قرص او ديسك كده من القرنيه، الجزء اللي في النص اللي هو اللي احنا بنشوف منه اللي فيه العتامه او السحابه، وبنشيله وبنغيره ب قرنية تانية من متبرع وتكون شفافيتها كويسة وتحدبها سليم إلى آخر. العملية دي الحقيقة، وده يمكن بقى جزء مهم جدا نتكلم عنه، احنا دايما بنحب نتكلم عن ماذا حدث، يعني ماذا تطور، ماذا جد، ايه اللي العلم أضافه، اللي احنا شفناه وأضفناه وتطور على مدار السنين وغير في مفاهيمنا، ونحاول ان احنا مع الوقت نغير الكونسبتس بتاعتنا او المفاهيم او معتقداتنا. العمليه دي حصل فيها تطور كبير. احنا زمان كنا بنعمل العمليه ديت ولحد دلوقتي ونسبه نجاحها مقبوله على فكره، يعني في ناس كتير بتخاف منها وهي مش مخيفه ولا حاجه، احنا بنعملها في تقريبا في ثلث ساعه، نسبه نجاحها بتوصل 80% ما كانش اكتر، ونسب ودي تعتبر نسبه نجاح ممتازه يعني. لكن التطور اللي حصل الحقيقه ان احنا ابتدينا نفهم هي السحابه او العتامه ديت مكانها فين في القرنيه بالظبط، هل هي في الجزء السطحي، هل هي في الجزء العميق شويه. نقوم نعمل زرع قرنيه او ترقيع قرنيه بنسميه بقى طبقي. طبقي اللي هو اللاميلر كيراتوبلاس دهيت، اللي ان احنا نشيل الطبقه او الجزء اللي فيه العتامه او السحابه ونسيب بقيه القرنيه، بقيه القرنيه شفافه، بقيه القرنيه سليمه، الجزء العميق من القرنيه اللي هو النسيج البيطاني بنسميه كده اللي هو الاندوثيليوم يعني سليم، مفيش داعي ان احنا نغيره، ونشيل بس الحته من القرنيه اللي فيها العتامه. في امراض تانية بتبقى نتيجه خلل في النسيج البيطاني بس وبقيه القرنيه سليم، ابتدى يبقى في عمليات دلوقتي لزرع النسيج البيطاني بس، يعني ان انا اشيل الطبقه العميقه بس واسيب بقيه القرنيه كلها. الفكره ايه؟ هي العمليات الجديدة مش أسهل من القديمة، هي أكثر تعقيدا وتكنيكالي أو فنيا أصعب، لكن بتحمل ميزة إضافية إن نسب النجاح بتبقى أكبر، يعني بتأبروتش 100% بقى، اللي هو إن مفيش حاجة يعني إن الجسم ما يقبلش قرنية تتحط، النسبة ديت تبقى أقل، يبقى معدل نجاح العملية تكون أعلى. نسبة نجاح العملية بمعنى ان الجسم يتقبل الجزء اللي محطوط، النسبة دي تزيد لان الجزء اللي احنا غيرناه من القرنية مش هو كل القرنية، هو بس الجزء المصاب وسبنا الجزء السليم. التطور ده الحقيقة احنا مش بنتكلم في مدة طويلة قوي فيها، بنتكلم في عمر العمليات دي بنقول تقريبا 10 سنين الاخرانيين بيحصل فيها تطور كبير جدا، وبنطور كل شوية في الأداء بتاعها بحيث إن إحنا حتى فنيات العملية بالتدريج بنحاول نبسطها شوية، يعني بنحاول إن العملية تبقى أقل تعقيداً من ناحية الفنية، تبقى نسب النجاح بتاعتها أكتر. ده يمكن نموذج للعملية بتاعت زرع القرنية التقليدية، إن إحنا نشيل الجزء من القرنية اللي في النص المعتم أو اللي فيه القرحة أو اللي فيه النسيج الضعيف وأشيل وأحط جزء تاني في النص بمواصفات سليمة فتقوم بالوظيفه الكامله. التطور الحقيقه ده مهم جدا ان احنا نشير ليه، حتى لو كان لسه في مراحل تقدمه ومراحل تطوره ومراحل ان احنا نوصل لمرحله من البرفكشن
فيه، لكن احنا بنعمل عمليات دي دلوقتي وبنعمل عمليات ترقيع قرنية الطبقي بشكل متكرر واكتر من العمليات القديمة اللي كنا بنعملها اللي هي زرع القرنية الكامل. القرنية المخروطية يظل مرض يعني مخيف، لانه يعني هل هو زاد انتشاره ولا احنا اللي بقينا نشخصه كتير؟ لا، هو الحقيقة بقينا نشخصه اكتر، لان اولا عدد الناس اللي بتطلب دلوقتي تصحيح الابصار بقوا اكتر من زمان. كان زمان ممكن الشخص يكتفي بالنظارة وخلاص، دلوقتي لا، بيدور على التصحيح بمختلف الطرق بتاعته، فالفحوصات بقينا نعملها على قطاع اكبر من الناس، وبالتالي بقينا نشخص حالات نقول عليها مبكرة. يعني هو لسه القرنية بتاعته بادية يكون فيها علامات قرنية المخروطية، بس هو مش حالته متأخرة قوي، هو بيلبس نظارة وشايف كويس. عدد الحالات دي عملت بالك كبير، عملت كمية كبيرة من حالات اللي احنا بنسميها قرنية مخروطية، لكن هي الحالات زي ما هي، ولأنها بتيجي النسبة من الناس وفي حاجات بيئية بتتسبب فيها، والناس اللي عندهم الرمد الربيع والناس اللي عندهم حساسية مزمنة في الأطفال معرضين أكتر من غيرهم، لكن هي النسبة في المجتمع ما زادتش، لكن لأن احنا بقينا نشخص بشكل أدق وبقينا نشخص بشكل مبكر وبقينا نعمل فحوصات لقطاع أكبر من الناس، بالذات الناس اللي زي ما بنقول بيعملوا أو طالبين يعملوا تصحيح، فبنكتشف الحالة ديت في نسبة أكبر دلوقتي. الناس تفهم ببساطة يعني إيه قرنية مخروطية؟ هي كلمة قرنية مخروطية أنا يعني ببسط الموضوع، هو عبارة عن ضعف في نسيج القرنية، النسيج نفسه ضعيف فبيحصل فيه ترهل. ترهل يعني بدل ما هو واخد وضع معين، شكل معين، معتمد أصلا على صلابته، يعني الشكل بتاع القرنية دوت معتمد على أن نسيج القرنية له صلابة معينة، فيفضل محافظ على هذا الشكل وهذا المستوى من التحدب المنضبط. لما يحصل فيه ضعف يترهل. أنا دايما أشبهها بجدار البطن، لو واحد جدار البطن بتاعه قوي كويس هيفضل نسميه كده البطن فلات، يعني واخد شكل كويس. لو ترهل هيحصل إيه؟ هيحصل كرش. هو ده نفس الفكرة، القرنية واخد شكل معين كده، لو ترهلت هيحصل حتة تحدبها يزيد، تقوم بدل ما هي شكلها مكور كده هيبقى شكلها مخروطي قمعي شبه القرطاس كده، حتة طلعت لبره شويه، ده اللي بنسميه قرنيه مخروطيه. ده سببه النسيج الضعيف وهو اللي ادى الى هذا الترهل. حسب درجه الترهل بتتحدد درجه القرنيه المخروطيه. في درجه بسيطه اللي هي اللي بنسميها الدرجه الاولى. الدرجه الاولى هو الشخص ما عندوش مشكله وبيلبس نظاره وشايف بيها كويس، والترهل بسيط والنظاره بتصلحه 100%، وبس هو جاي يعمل ليزك، فعملنا له فحوصات لقينا درجه بسيطه من القرنيه المخروطيه. دي بنسميها درجه بسيطه اللي هي الدرجه الاولانيه، اللي هي بس الفحوصات طلعت النسيج القرنيه ده هو ضعيف شويه. الفكره ايه؟ ان الشخص دوت احنا ما بنفضلش نعمل له ليزك، لان الليزك زي ما احنا عارفين محتاج مواصفات مخصوصه في القرنيه، والقرنيه لانها ضعيفه مش حابين ان احنا نشتغل عليها او نعمل عليها اي حاجه قد تعرضها لمزيد من الضعف. الحالات دي بنعمل فيها ايه؟ كنا زمان ما بنعملش فيها حاجه وبنسيبه للبروجريشن الطبيعي بتاعه، لحد ما طلع التكنيك اللي بنسميه الكروس لينكينج او التثبيت. ده الفكره بتاعته ان هي تخلي النسيج بتاع القرنيه يتصلب يعني ينشف، يقوم لا يترهل زياده ويبقى على حاله، عشان كده بنسميها المصطلح الدارج يعني تثبيت. هيفضل على الوضع اللي هو فيه زي ما هو، وندور له بقى على طرق مختلفة للتصحيح زي زرع العدسات إلى آخره. يمكن أشرنا للموضوع ده قبل كده، إن مش كل الناس ينفع لها ليزك، ودول مش من ضمن الناس اللي هي ما بنحبش نعمل لهم ليزك. هو هنعمل له التثبيت وندور له على حل تاني لعيب الإبصار للتصحيح بتاعه إذا كان زرع عدسات أو خلافه. الدرجة التانية اللي الترهل فيها زاد وبقى الشخص حتى بالنظارة مش شايف كويس، وده لأن السطح ترهل زيادة وبقت الصورة غير منضبطة، يعني النظارة مش هتصلحها. الجريد ديت أو الدرجة دهيت التثبيت مش هيكفي فيها، لأن هو الشخص أصلا مش شايف كويس ومش عارف يشوف كويس حتى بالنظارة. ودول بنعمل لهم حل بنسميه الدعامات أو الحلقات. أنا متشوق لمحاضرات
قادمة أعتقد هنكشف فيها الكثير والكثير من أسرار هذه الجوهرة الرائعة العيون. لكن وجودك معنا في حد ذاته يعني مكسب إعلامي ضخم للغاية، اسم كبير في عالم العيون وفي المعادلة العلمية في مصر. وجود الأستاذ دكتور محمد حامد في أي مكان أعتقد أنه يسري الإعلام الطبي المصري ويبين الفارق الكبير بين المصريين وبين غير المصريين في العيون. نحن الرواد صح كده؟ محدش بيعرف ينافس في العيون خالص، في برانشات كده احنا وبس، احنا الصوت العالي، الباقي كله احنا المعلمين والباقي تلامذة. بصوا بقى تبا لتواضعنا، احنا كده احنا المصريين. نورت يا دكتور محمد. طبعا ضيف العزيز الاستاذ القدير الاستاذ دكتور محمد حامد كان في الناس الحلوه، خليكم دايما معنا. أكتر شيء وأخطر شيء يتعرض له الإنسان هو دوران العمود الفقري في حركة دائرية مفاجئة مع حمل وزن تقيل في نفس الوقت. الجراح الشاطر بيقدر يعمل العملية بتاعته بتطويع كل هذه الأساليب. المنظار ممكن استخدمه خطوة واحدة في العملية، ممكن استخدم الميكروسكوب في خطوتين ثلاثة، ممكن أدمج الاثنين مع بعض. أكبر عمليات تثبيت للفقرات فيها تعقيد وتداخلات معقدة جدا هي تثبيت الفقرات العنقية، وأنجح طريقة للتثبيت هنا في الفقرات العنقية باستخدام الجراحة الملاحية.